بدا المشكل ديال المخزون الاحتياطي ديال الدم ديما كيعرف مشاكل كثيره، على اساس ان المنظمه العالميه للصحه كتقول ان خص تكون عندنا 7 ايام ديال المخزون. يعني عاده في المغرب ما كتفوتش 4 ديال الايام او لا 5 الايام يعني على اكبر تقدير. في ظرف هذا العام ونص ديال الجائحه ديال الكوفيد تراجع المخزون بصفه كبيره، لان كيف ما تعرف الجميع وحنا كنتفهموا الموقف ديال المواطنين انهم كان تخوف من انتقال هذه العدوى، كان المشكل ديال الغاء بزاف ديال الوحدات المتنقله، وبالتالي تراجعنا بزاف في النسبه ديال الاحتياطي ديال المخزون. حاليا نقدر نقول انا في جهه الدار البيضاء استطاعت المخزون لا يتعدى 24 حتى 48 ساعه، على اساس ان الاستهلاك هو استهلاك كبير جدا، يعني 400 طلب اللي كنتوصلوا بها يوميا، وعندنا اكبر مستشفى جامعي، عندنا اكثر من 610 ديال المرافق الصحيه اللي خصنا نوجدوا لهم هاد الاكياس ديال الدم يوميا. المتبرعين كاين مشكله ديال العزوف على التبرع، مشكله ديال الثقافه ديال التبرع في الدم يعني بصفه عامه. الرساله يعني اللي بغيت نوصل اليوم هي ان نديروا يعني واحد المقارنه اللي هي بسيطه. مثلا في فرنسا عندهم 2850 جمعيه اللي فيها 750 الف منخرط، كلها ناشطة في منظومة تحقن الدم والتبرع بالدم والتحسيس والتوعية. عندنا في المغرب ما نقدروش نفوتوا 100 ديال الجمعيات يعني على الصعيد الوطني. اذا الأهمية والدور الكبير ديال الجمعيات المجتمع المدني هي وساطة بين الإدارات وبين المواطنين. الا ما كانش يعني يد وحدة ما تتصفقش، الا ما كانش هاد الجمعيات وتكتفوا يعني وداروا اليد في اليد مع مراكز تحقن الدم، راه صعيب يعني. واخا حنا نوعي واخا نديروا تحسيس للمواطنين، راه الا ما كانوش هاد الجمعيات وتكونوا جمعيات اخرى وداروا اليد في اليد معنا، راه صعيب اننا نوصلوا على الاقل داك المؤشر اللي تنص عليه المنظمه العالميه للصحه اللي هو 3%. حنا على الصعيد المغربي مازال ما وصلناش حتى 1%. هذه مساله تحد تحز في النفس، لان الدم كيف ما تعرف الجميع هو مادة أولية، يعني ما عندهاش البديل في الصيدليات. راه إلا ما جاش المواطن وتبرع بديك القطرة ديال الدم اللي على أي حال راه ما كتتعداش 10 دقائق حتى 15 دقيقة، ولكن راه كتعطي سنين عديدة لواحد الإنسان وواحد المريض اللي في أمس الحاجة لهذيك القطرة ديال الدم. بالتالي يعني الموضوع بالنسبة على الصعيد الوطني موضوع جمعيات اللي خصهم يوليو ناشطين في هذا المجال ديال التبرع بالدم وديال توثيق ثقافة التبرع بالدم. وعلى الصعيد الجهوي الرساله اللي بغيت نعاود ثاني نوصل لزملاء الاطباء انهم يعني يقننوا هذيك الوصفات الطبيه، لان باش نبقاو نخرجوا 500 حتى 600 كيس في اليوم راه مساله جد جد صعبه. المشكل الاساسي الا ما كانش المخزون ديال الدم راه كلشي كاين كيعرفها، هو مساله ديال الانتظار اولا، لان اللي خص يعرف المواطن هو ان ملي كيجي واحد الانسان باش يتبرع بداك القطره ديال الدم راه ماشي غير كناخذوها منه كنعطيوها للمتلقي، راه خصها تدوز من مختبرات عديده باش دار لها تحليلات ودار لها تخزين وتوظيب، وكل مشتق عنده واحد يعني السيركوي ديالو، وبالتالي على الاقل خصنا 6 حتى 8 الساعات باش كنديروا حنا هذاك التاهيل داك الكيس ديال الدم. اذا ملي كيجي ما كاينش المخزون راه الناس كتبقى كتنتظر في داك الكيس ديال الدم، وتقدر ساعه او ساعتين يعني فيها بزاف المسائل اللي تقدر تكون خطيره، خصوصا بالنسبه للحالات المستعجله ديال الحوادث السير ديال الامهات اللي كتنزف ديال. ومن جهه اخرى عندنا مرضى اللي عندهم يعني امراض مزمنه، اللي عندهم غسيل الكلي، اللي عندهم سرطانات الدم الاطفال، هادو راه عندهم ماشي احتياج ظرفي، راه عندهم احتياجات مزمنه، يعني طيله السنه خصهم كل اسبوعين هذاك الكيس ديال الدم. علاش؟ ملي تنقول لكم راه خصنا يكون عندنا المخزون، ملي تيكون المخزون اي طلب تحط عندنا في المركز الجهوي بجهه الدار البيضاء اسطات اولا باي مركز، راه الوقت لا يتعدى ربع ساعه الوقت اللي غادي نديرو فيه حنا ديك التحليله ديال الفصيله ديال الدم باش نعطيو الدم المطابق. اذا ماذا بنا ان يكون عندنا المخزون متوفر، ما يبقاش الانتظار، وما يبقى حتى شي حاله يعني لا قدر الله تولي عندنا في مشاكل انها تونجاجي يعني للحياه ديالو، لان هذا كيس الدم ما كاينش. يعني واحد المثال اللي هو جميل جدا، اللي هي واحد المنافسه جميله اللي نقدروا كيف ما سموها بعض الاعلاميين ديربي ديال التبرع بالدم، ان مؤخرا يعني كيف ما يمكن شاف الجميع جماهير الوداد تبرعات وجاو تقريبا 1200 شخص اللي قدرنا ناخذوا 840 شخص متبرع. يعني مسألة اللي جميلة جدا. إذا احنا كنوصي جميع جماهير ديال الفرق الأخرى على غرار الرجاء أو الفرق الأخرى يعني كاملة، أن هذه الروح الرياضية راه لا تتمثل فقط في الرياضة بل في العطاء،
يعني جميع الاعمال الخيريه اللي كيديروها هاد الجماهير راح اكبر خير واكبر صدقه جاريه هي هاد التبرع بالدم. اذا كنطلب من جميع الجماهير ديال الفرق الاخرى انهم يحدوا نحدوا الفريق الجمهور ديال الوداد البيضاوي ويجيو يتبرعوا حتى هما بكثافه لانهم راه كينقذوا ارواح وارواح كثيره في امس الحاجه لهم. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.